هبدا مع دكتور امل عشان هي متعاطفه مع المدرسه زيي، واكيد حضرتك أكيد كمان. اكيد، وانا مفيش حد عايز ما تعاطفش معايا. اللي حصل مش بس من باب احترام المعلم والقيم العظيمه دي، لكن من باب الناس دول، من هؤلاء؟ مين دول؟ مين دول الجموع الغفيره اللي اجمعت في لحظه انها موافقه ان اولادهم يغشوا؟ مش بس كده، ده هم بيدعموا الغش بكل الطرق. هم ناس بصوا تحت رجليهم. يعني ايه؟ يعني بصوا رتبوا اولوياتهم ان الولاد يجيبوا مجموع عالي بس الولاد يتربوا. لا، ما بصوش على ان الولاد يتربوا. يعني ايه؟ المدرس او المدرسه ده النموذج الثاني بعد الاب والام طبعا. اما جرأ الولد على النموذج الثاني يبقى إذن الدور على النموذج الاول طبعا، صح؟ فما نستغربش اما نلاقي ولد بيزعق في ابوه الكبير، ما نستغربش اما نلاقي ولد بيضايق ابوه الكبير، ما نستغربش اما نلاقي ولد رافع قضيه على ابوه او امه بشيء ما. حضرتك اللي نشأته وربيته على ده بمفهوم علم الاجتماع. كسرت النماذج عنده، انت ماشي معاه واحده واحده بتقول ده المدرس ده مش كويس، المدرسه دي لا، ده مش عارفه ايه، لا ده اتجرأ عليه وانا بحميك في الجرأه دي. بالظبط. يعني اتجرأ عليه انت كطالب انك تضايق المدرس او المدرسه، وانا بحمي، انا في ظهرك، انا رايح الاداره وبزعق والمدرسه وهتخانق لك وبقول ازاي يعمل وازاي وازاي وازاي. فجرأته الاول على النموذج ده. لا، ده وصولا لمرحله الحسم اللي هو الامتحان، انك المفروض بشوف قدراتك واشوف كل القصه دي، وانا كمدرسه بقوم بعملي وبضبط العمليه الامتحانيه. فانت لا، ده انت بتجرأني لتاني مره، خليك يا ابني مدلس، خليك غشاش، أيوة. خليك حرامي، خليك حرامي وما تحترمش الاكبر منك واكسره. فالاربع قيم دول انا اديتهم لابني بمنتهى البساطه في موقف صغير جدا. ده هو مش صغير، ده لا كارثة. انا بتكلم في موقف طبعا. موقف واحد نظريا نظريا يبدو انه موقف واحد اللي هو موقف ساعه الامتحان. فالولد ده في اعدادي، في ثانوي، في جامعه، استناه بقى بعد 10 سنين. حضرتك انت سنه اتنين ما تزعلش ما تلاقيه بيزعق في وشك، ما تزعلش ان تلاقيه بيكلمك بطريقه مش انت مش قابلها، ما كنتش بتكلم بيها الاكبر منك او ابوك او امك. حضرتك اللي علمته ده، حضرتك علمته الكذب، حضرتك علمته الغش، حضرتك علمته الفساد، علمته انه ما يحترمش النموذج. فما تلومش الا نفسك بعد كده. عايزين نقول ان ده تعلم اجتماعي سلبي او سيء، بمعنى انت عمال تقول له الفضيله الفضيله في البيت، وعملت لهم في صنف الشخصيه، اما طلع بره ما تحترمش الفضيله وما تسالش عنها واكذب واسرق واكسر النموذج وما فيش مشكله خالص، ده انا بسندك في القصه دي. بالظبط. فطبعا انت نشأته تنشئه انت كسرته، انت نهيت تربيته. يعني انت كسرت تربيته. هو صعبها على نفسه وصعبها على المجتمع، والمجتمع في الاخر بيستقبل النماذج دي.